تدرس الحكومة الجزائرية تعويض المتضررين من أصحاب المهن الحرة والتجار بسبب توقف أعمالهم لنحو 6 أشهر جراء انتشار فيروس كورونا، وطلبت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين السلطات بإعادة فتح المطاعم والمقاهي والمقدرة ب50,000 نتيجة لما لحق بأصحابها من أضرار مادية بسبب تفشي وباء كورونا. بعد الفتح التدريجي لبعض الأنشطة الذي أقرته الدولة، طالب كثير من أصحاب المهن الحرة الذين تضرروا من أزمة وباء كورونا الحكومة بشملهم بقوائم المستفيدين من حزمة المساعدات والتسهيلات الحكومية. ملاكا كانوا أو مستأجرين، توقفت أعمالهم لنحو 6 أشهر. تكبد بعضهم خسائر مادية كبيرة، ما دفع الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين للمطالبة بمنح هؤلاء قروضا دون فوائد تتراوح بين 4,000 و16,000 دولار. الهدف تاع هذه القروض اولا المحافظه على مناصب الشغل نتاع العمال اللي راهم يخدموا في هذه النشاطات اللي تضرت، كذلك المحافظه على استقرار شبكه التوزيع وشبكه التسويق اللي تحتاجها المؤسسات، حتى كبرى المؤسسات الوطنيه تحتاجها، والامر الثالث للسماح لهؤلاء المتضررين بالاستعداد للانطلاقه في التنميه الاقتصاديه. وبينما يرى مراقبون أن قرار الحكومة بإعادة فتح المقاهي والمطاعم أمام العامة واستئناف نشاطها يصب في محاولة إنعاش هذا القطاع الأكثر تضرراً، إلا أن فئة كبيرة من أصحابها تقول إن القرار وحده ليس كافياً ما لم يكن مقروناً بحزمة إنقاذ مالية. احنا نضلينا بالكلا تاع الحانوت فهمت، بالخدامين كاللي كانوا فهمت، كاين خدامين كانوا حابسين كنا فهمت كنا خلصوهم. كاين الناس تأطرت بزاف وما قدروش ودايا وعرا اي 5 شهور ديجا براتيكمون، حتى البارح باش فتحوا، انا كيما اليوم فتحت حتى اليوم باش فتح، كان الناس اللي خسروا دراهم، خسروا كلش. 50,000 هو إجمالي عدد المقاهي والمطاعم على المستوى الوطني الجزائري، ينتظر أصحابها قرارا حكوميا يضمن استمرار أعمالهم. قرارات الإعفاء من الالتزامات الضريبية وشبه الضريبية وتخصيص الدولة لإعانة بطالة استثنائية لأي شخص يعمل في القطاع الحر، إجراءات لم تسد خسائر أصحاب المهن الحرة المتوقفون عن العمل منذ أشهر. نهد زرواطي، سكاي نيوز عربية، الجزائر. مزيد من المتابعة معنا من الجزائر وزير المالية السابق والمبعوث الخاص للاتحاد الافريقي عبد الرحمن بن خالفة. معالي الوزير، اهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. برأيك ما الحلول الاستعجالية التي تفرض نفسها على الحكومة الجزائرية لإنقاذ أصحاب المهن الحرة والتجار على وجه التحديد؟ شكرا. هو في الحقيقة مثل جميع البلدان، وأنا عندي دراية اليوم بكثير من البلدان نظرا مهمتي على مستوى الاتحاد الافريقي، القطاعات اللي ليست قطاعات في الشركات الكبيره، ليست في قطاع التوظيف الحكومي، وليست في قطاع التوظيف الماجور، القطاعات الحره او المهن الحره التي تمشي او تتقدم في مجال الخدمات الصغيره الفرديه، تضررت في جميع البلدان. في الجزائر القطاع الخدماتي بصفة عامة تضرر، لأنه كان أول قطاع دخل الحجر منذ أواخر في فبراير. التعويضات الآن هي تقريبا من 7 أصناف بالنسبة لما اتخذته السلطات في الجزائر، من بينها تعويض التجار والحرفيين بمبالغ في حدود 30,000 دينار جزائري، يعني في حدود 200 دولار بالقيمة أو بالقوة الشرائية الجزائرية. تعرفون أن الجزائر من بين أكبر البلدان دعما لكل ما يمس بحياة المواطن، ميزانيتها حتى في هذه السنة، سنوات الإعجاب هذه سنة 2019 و2020 في أكثر من 18 مليار دولار دعم، نصفه للقطاعات ولشرائح الشعب. وبالتالي الآن بدأ التعويض، فعلا التعويض هذا لا يكفي، ولكن كما أسمته السلطات العمومية هو تعويض نجدة في مرحلة ظرفية. هو العدد اللي 200 دولار التي تكلمنا عليه هي للشهر الواحد،
الآن البلد قادمة على الخروج التدريجي من الحجر، والقطاعات التي يصح القول في الأسواق، في المقاهي، في المطاعم التي تستعمل جزء كبير من هذه العمالة بدأت تفتح. اليوم فتحت تقريبا 50-60%، وبالتالي نحن في هذا المنعرج ما تكبده هؤلاء العمال جزء ما يعني دعمته الدولة مباشرة، وجزء حتى بعض العمال عندهم تأمينات إضافية. طيب هذه واضحة معالي الوزير، اسمح لي على المقاطعة، يعني من جديد العمل الذي يستعمل هذه الحرف. الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تقترح قرضا من دون فوائد لإعانة هؤلاء، هل يبدو هذا حلا ناجعا برأيك؟ والله كذلك البلد، وأنا أعرف أحسن من غيري، البلد كذلك فيها كثير من القروض التي تسمى القروض الميسرة للاستثمارات، وقروض في الصحراء، في فبالتالي ما طلبته المنظمة هو من ناحية مشروعيته هو مقبول، لأنه هذا العمال هم هذا الحرف هي حرف تعمل يوميا، لكن فاتورة هذا الطلب لجمعية الحرفيين فاتورة كبيرة. تعرف أنه لسنة 2020 ستزيد فاتورة الكوفيد 19 بجوانبها الدوائية الصحية، الدعم لجميع الشرائح، ستزيد عن 500 مليون دولار بالنسبة للجزائر. فهو طلب يمكن أن يدرس، لكن بفائدة ميسرة وليس بفائدة صفر، زيادة عن كون أن جملة من هذه الشرائح هي لا علاقة لها مباشرة مع البنوك، هي تعمل في يعني مباشرة مع الزبناء، وعلاقتها التمويلية مع البنوك قليلة. طيب. فالإجراء الذي اتخذ وهو الدعم ب 200 دولار تقريبا شهريا مباشرة وبصفة دائمة يمكن أن يتوسع، لكن في حدود الميزانية التي هي بين أيدي السلطات العمومية، وهذه الميزانية جزء كبير منها تدهور، لأن أسعار البترول هي تمول أكثر من، وبالتالي معالي الوزير اسمح لي على المقاطعة، يعني في ظل الضغط اسمح لي على المقاطعة مرة أخرى، في ظل ضغط كورونا، تحديات اقتصادية، وأيضا انخفاض أسعار البترول، هل ستلجأ الجزائر إلى الاستدانة؟ هذا ما يطرحه البعض. نعم، هو شيء يتداول. تعرف بلدي الجزائر فيها ديمقراطية كبيرة، كل الناس تجادل في هذه الأشياء. نحن بعد غد إن شاء الله، وأنا منهم، سندخل في مؤتمر تحت إشراف السيد الرئيس لما يسمى بخطة الإقلاع يوم 18 و19، فيها من بين ما فيها هو النمط التمويلي الجديد. فعلا تراجعت أموال أو مداخل الدولة من جراء النفط، ولكن من جراء كذلك الحجر الذي مست يعني مجموعة كبيرة من الأنشطة. هل ستمشي في الوقت الحاضر في الظرف الحاضر إلى مديونية الدولة؟ لا أظن، يعني الدولة ما زال عندها ميزانية في حدود 50 مليار دولار، وفي كذلك ميزانية احتياطاتها ما زالت في حدود تغطية سنة من استيرادها. وبالتالي في الظرف يمكن ان يعني يلجا البلد الى حلول اخرى، لكن في المدى المتوسط يمكن الرجوع. انا من دعاة يقول انه يمكن الاستدانه ليس للدوله، ولكن للشركات الخبراء التي فيها عائد، والتي هي الان تستدين من الموارد الوطنيه، انها تستدين في الخارج على حسابها وعلى قوة استيرادها واضح أو استبدادها.
شكرا جزيلا لك معالي الوزير عبد الرحمن بن خالفة، وزير المالية السابق والمبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي، كنت معنا من الجزائر، شكرا جزيلا لك.